صرت نجم انا بظن انه يعني مساله النجم هي مساله كبيره يعني ما ما, ما بظن عنا حدا بسوريا لها يعني اوف شو مواصفات النجم؟ مواصفات النجم اول شيء بياخذ اجر مثل عالم والناس ثاني شغله لازم يكون بين ايديه 20 20 نص يختار من بيناتهم، رابع شيء لازم يكون على فكره قبل شيء يعني ما راح اقول لك مثل لعيبه القدم يعني اللي بالخليج ما راح اقول لك الاوروبيين، على الأقل يكون عنده مثلا سيارتين ثلاثه يعني وحده يعني هلا بتشوف النجوم برا بيلبسوا السيارات على لون صبابيطه صحيح نحن يعني احنا شو نجوم احنا على فكره بتلاقي نص ممثلين عم يشتغلوا بالاذاعه لحتى يعيشوا آه. والنص التاني على فكره بيسافر مشان يشتغل برا لانه الاجور اكثر واللي بقيان يعني هون على فكره درجه عشرة هو مستلم القصه كلها لانه هو ارخص شيء حدا متواضع حضرتك لكن اللي بيعرفوك يمكن عن قرب بيتهموك بالكثير من المزاجيه بالعمل وبالحياه هل صحيح؟ هلا على فكره اللي بيعرفوني عن قرب اول شيء انا لا بسهر ولا بروح ولا يعني ما بسهر سهر ليلي ولا بطلع مطاعم لانه باكل بالبيت وثاني شغله يعني اذا قعدت بقعد مع رفقاتي ببيوت ما بقعد بقراني يعني انا مثلا اتهامات كثير بيصير علي بس انا تعرف يعني ولو كلمه صغيره مثل رجلي يعني ما بطلع على هالامور هيك اللي حتى يعني <applause> انه بيقولوا لي مثلا بروح بدي اصور فبيكونوا محذرين تبع الملابس مني وانه بيتاخر وما بعرف شو فبعد جمعه بلاقي كل الكاست عم يقولوا لي مدري اللي حكوا كلهم كذابين كذابي. وتصور انه هي المساله بتضل تتكرر طول العمر وكذا على فكره اجى هي المساله على انا بقول لك شغله انا بقول لك شغله هي المساله عاده في عنا يعني مخرجين بالبلد بتحاشوا ممثلين انه يشغلوا معهم لانه بيكون هذا الممثل متجاوزه فكريا بخفف ما اه ايه آه. آه بلا هذا يعني ما راح احسن اضبطه باللوكيشن ما راح احسن بهدله ما راح احسن امسح فيه الارض هيك مفكرين التمثيل ما عارفين انه احنا يعني انا تحديدا هلا بعترف قدام العالم انا اي مرضى انا هاوي هاي المهنه ما بتشكل لي شيء ما بتشكل لي مصدر رزق مم. انا بسهوله على فكره فيني مثلا تجهل أودي نمره صفراء واشتغل سيرفيس بوصل طلبات من المنزل الميدان يا سلام ويسلم لي الاصفر يا ملاكي واذا انت جاجة وانا كاكي عرفت شلون ميت واحد يعني ما عندي مشكله بالشغل ليش لانه انا ما عندي برستيج يعني هذا برستيج اللي عملوه الممثلين النجوم قبل انا كلهم عم بشتري فرنجين <applause> لانه نحن بالنسبه لنا كممثلين مادتنا الاساسيه هي من الجمهور وخاصه اذا كنت انت ممثل كوميدي انت بدك تتابع الشارع لانه النكته عم تتطور عم تسرع ما عادت مثل الاول الشباب اللي طالعين اذكى من الشباب اللي قبلهم ما يفكرون اجدب منهم عندهم معلومات وعندهم تكنولوجيا فنحن لما سوينا بابو ليلى النكته كنا اختصرناها وصلت لحتى قلنا ابو ليلى بيقول شفتك ولا حمراء ضحكت العالم لانه هي نكته سريعه ما طويله ما انا مثل المسلسلات القديمه تبعنا تقعد 30 حلقه بس لا يدق الباب عليها ويقلها بحبيتك عرفت <تسجل> شلون يعني نحن لما سوينا بقعة دو كنا عم نختزل كل هي القصص وعملنا شي وللاسف الشديد اللي يعني ما تحافظ عليه لانه ما في استراتيجيه لهذا الموضوع يعني احنا باعمالنا الفنيه دائما ما في استراتيجيه الشركات لما بتشتغل اغلبيتهم الشركات لما بيفكروا بيفكروا بيكونوا هن مانهم فنانين هن تجار فبيفكروا بالربح والخساره فلذلك بيشوفوا مثلا انه امير عجبه مسلسل ودفع حقه فبيروحوا بيطرشوا له 20 مسلسل بيشوفوا انه مثلا آه ناس مثلا محطه خليجيه عجبها باب الحاره بيروحوا بيقدحوا ايام شاميه وما ايام شاميه والزعبوب والزنبوب وباب الحاره وشبابيك الحاره وما بعرف شو انا وعذاب والهواء ما اعرفش اروح فين دنا انا قلبان والله بالله احمد اخذ اختي كلنا هدول بتلاقيهم طالعين بالمسلسلات ونفس مصدر الممثلين رزق. مصدر رزق استاذ وكل الممثلات يا زلمه كله بهذاك كل العصر عامل تاتو نافخ شفتيره وماطت ادانه عرفت شلون وكلياته على فكره معانه سائل لا على الراكور ولا شيء ليش؟ لانه ربي يسر هلا انت شفر هدول المحطات ما حدا بيتفرج عليهم اوف هذا انا بس البلاش كتر منه عميه